أهلاً ومرحباً بكم في قناة شخصي وموقف مع هبة. خليل إبراهيم ممثل تركي من مواليد 13 من ديسمبر 1982، محل ميلاده في مدينة سيفاس. نجمنا طوله 186 سم، ويصل وزنه 80 كجم. لدى خليل لون عيون بني جميل، كما أن لون شعره أسود. الوكالة الذي يعمل معها أيونجو بنكاسي كاستن. خليل إبراهيم جيهان من مواليد 13 من ديسمبر 1982 في سيواس. بدايته العملية في عام 2007، حصل على لقب عارضة الأزياء الواعدة في مسابقة أفضل عارضة أزياء في تركيا. بعد ذلك بدأ مسيرته الموسيقية وعمل مع سوات أيدوغان. أطلق أول أغنية منفردة له اسمها كي بيتم، حرفياً لقد فقدت، في عام 2007. وحصلت موسيقاه كنديني بانا بيرك، حرفياً اترك نفسك لي، على 2,000,000 مشاهدة على يوتيوب. خليل إبراهيم جيهان يكتب أيضاً كلمات الأغاني. أعطى أغانيه لسردار أورتاك وأغوز بيركي فيدان. بدأ خليل إبراهيم جيهان مسيرته التمثيلية عام 2019 بعد تلقيه دروساً في التمثيل. خليل جيهان ديانته هي الإسلام. حصلت موسيقاه هاشتاغ كنديني بانا بيرك، حرفياً اترك نفسك لي، على 1,000,000 رؤية على اليوتيوب. خليل إبراهيم جيهان يكتب أيضاً مفردات الأغاني. أعطى أغانيه لسردار أورتاك وأغوز بيركي فيدان. بدأ خليل إبراهيم جيهان مسيرته التمثيلية عام 2019 في أعقاب تلقيه دروساً في التمثيل. عن طفولته، قد كان خليل من الأطفال المستقلين، حيث أنه أكبر أخوته الثلاثة، وترعرع في سيفاس مع عائلته. كان جيداً في الكثير من الأشياء، منها الغناء والتلحين وكتابة الأغاني. عندما كان صغيراً كان يغير في كلمات الأغاني ويكتبر غيرها، كما أنه كان لاعب كرة قدم ماهراً. كان يقلد نجوم السينما والتلفزيون الأتراكي، ذلك بعد مشاهدتهم، ولم يتخيل أنه سوف يصبح واحد منهم يوماً ما. هو من الأشخاص المغرمة بعائلته، ويحب تقضية وقت فراغه معهم، كما أنه يحب تطوير نفسه. في أوقات فراغه يحاول عادة العمل من أجل تطوير نفسه. هو يحب اللعب مع الأطفال، ولا يحب الأعمال القياسية المملة. خليل رجل رومانسي، لكن هذا يعتمد على المكان والمناسبة والشخص نفسه. لك يتحكم في مشاعره كثيراً. الأشياء الذي يدفع فيها المال بدون تفكير هي الساعات والأحذية والسيارات. إذا أعجبكم الفيديو، أتمنى أن تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.